افتح الباب اطلع سلم نفسك انت رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب، اليوم معي اوسمز. يا هلا يا هلا. تصميم الزين الماب اليوم رمضان. ادري اشغلتكم مابات رمضان، بس شو اسوي، اغلب المصممين قاعد يصممون على رمضان لاننا في رمضان. تصميم اليوم او ماب اليوم يقول لك تقوم من النوم ما عندك فطور، فانت مهمتك في هذا الماب انك تبحث عن الفطور. ففكره حلوه اشوفها مبدئيا، والتصميم ان شاء الله والله حلو. والله والله يعني حلو. بس دقيقه، ايش اللي توه صاحي؟ لا صلاه ولا عباده، حتى ما قلت غسلت وجهك ولا لا. المهم والله شوف. المهم قبل ما نبدا لا تنسون زر اللايك واشتركوا القناة اذا كنتم مو مشتركين، وشكرا للكل المنتسبين اسماء اخر فئتين من المنتسبين باذن الله في اخر المقطع. السلام عليكم، بما انك دخلت هنا فاكيد تبي تعرف وش سالفه المنتسبين وش فائدتهم. انا حاط حاليا 5 رتب وفيه كينج اوف سبورترز، هذا شيء اضفت جديد. كينج اوف سبورترز راح يكون سعره 200 ريال لكن اكيد راح يكون له مزايا خاصه. قبل ما تنتسب اي فئه اهم شيء تسويه انك تفعل زر التنبيهات على القناه، لاني راح اكتب في المنتدى الخاص بالمنتسبين اشياء، مثلا ابغى اصور مقطع معكم، راح يكون في جيف اوي مثلا لكم خاص، في اشياء مره كثير. كل اللي ابغى منك اذا بتسوي اي فئه من الانتساب شكرا لك. طبعا كل فئه عن فئه راح تفرق بمزايا، اذا جيت تنتسب راح يطلع لك المزايا الخاصه بالفئه اللي اخذتها. شكرا لكل الداعمين، شكرا شكرا شكرا، الله يسعدكم زي ما تسعدوني. لا تنسون تفعلون زر التنبيهات وتنتبهون للمنتدى والكلام اللي اكتبه فيه. شكرا لكم جميعا. لا تنسون كود شوب يسل اللي ما حد يحطه. خلونا نبدا في الماب. يقول لك كود تيم شوب عبود اي ما ادري اي يوتيوب، هذا قناته في اليوتيوب. وتيك توك غريبه، اول مره واحد يحط تيك توك. اهلا بك في ماب الفطور الضائع. الو فطور ضائع، فكره ماب الفطور اختفى عليك، وعليك ان تذهب لتحضره لكي تجده. اذهب من اليمين واحضر الفطور. اوكي. يقول لك هنالك مرض في المدينه والشرطه واسعاف هنا، بسرعه اجي الطريق للخروج من هنا. كورونا شكله. كورونا كورونا. اوه في تلميح نفس فكره المابات ذا صح؟ قصدك عزة؟ ايه. طيب ليش قال روح من اليمين؟ لاحظت هذا الشيء انت؟ روح نزل راسك نزل. يعني بخرب عليك يعني. يمكن. طيب فين بورس؟ روح من اليمين، ما ادري ليش قال روح من اليمين. والله ما ادري ليش، تصدق ما شفنا؟ ايه ما شفنا، في ترى باب بس ما شفناه. طيب ما ادري ليش ما طلع، انزل. اوكي الله يعينك، عاد بروح هنا انا من تحت. عاد سوا من تحت من تحت من تحت سوا. والله ايه بس اضبطها تكفى. اصبر. ولا كويس طلع لك الامبوز، ارجع ارجع زياده وسوها. طيب اوه حاط هنا الشاشه حقت. طيب اقرا اقرا. وين ما كتب شيء عندي. اوكي هنا يوجد حظر تجوال في المدينة، لا تخرج من الباب لأن الشرطة سوف تقتلك. ما قال مخالفة 10,000، قال تقتلك على طول. لتصل للمرحلة الثالثة عليك أن تجد طريق أخرى للخروج. طيب هنا بتقتلني. هنا ممنوع. خنجرب خنجرب. أوه في 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 هذا، تعال. تعال ناظر تعال ناظر. وش هو؟ افتح الباب اطلع. سلم نفسك أنت. أوه والله. والله التايم قاعد ترت الاخير. اوكي تم هنا يلا. اوكي قاعد تشوف هنا في رق. ما ادري الى المرحله الثالثه، وهنا في باب. اصبر. طيب انت بريكم في افخاخ. هذا وش ذا؟ ما ادري. لا تقول ليفل الثالث كذا. والله ليفل الثالث. اجي وش ذيك؟ يمكن ترول. يمكن لو رحت من هناك تموت على طول. اهلا لديك الان عمليه سرقه، اذهب واستعرف كل شيء على طول. كذا سرقه. الان اذهب واسرق القنبله الثلجيه ثم اخرج من هنا. هذه قنبله ثلجيه. ايه وينها؟ طيب اخرج من هنا. اوه متاهه متاهه. اوه هذه شلون؟ طيب اوه لا الشرطه قادمون والباب مقفل، لكي تفتح الباب ابحث عن رجل الثلجي واخرج. طيب لازم نروح ندور عن رجل ثلج. تعال هنا في متاهه. متاهه ايه يلا اتوقع انا النسيده لا يجد شيء هنا. شوف اتوقع ان عندي الحين. والله يمين درب غانمين. والله لا يا اخي بس احسها مره واضحه. اي واضحه اوكي بس انه ما طولها بس قصيره شوي يعني.
اوكي لقيت طيب. انت خلاص ما يطلع لي واحده ثانيه يعني. تعال اعطيك تعال. لا عادي عادي اضغط على اي. يلا اوكي ترن فتح خلاص الليفل الرابع الان سوف تقابل شخصا ربما ها يقول مبات ورا بعض وقصدي ليفلات ورا بعض بس ما ادري كم ليفل هذه المشكله. يقول الان سوف تقابل شخص ربما يساعدك في الحصول على الفطور الضائع لكن انتبه من الممكن انه لا يفي بالوعد يعني انتبه يقدر فيك اذهب وحده. اوكي لحظه هنا وش قال؟ سوف تقابل شخص ربما يساعدك في الحصول على الفطور. ما قال شخص مجهول هذا هو شخص مجهول. اهلا سمعت انك تبحث عن الفطور سوف اوريك مكان احضر الامبولز الجرينيت واذهب الى المرحله الخامسه استعمل جراني. اوكي طيب هنا عندنا هذه اتوقع انها هنا امبولز جرينيت يس هنا اوكي نجي هنا وبعدين نستخدم هذه بس كذا والله تصميمه يا اخي حلو. وين كنت انا انتظر امبولز ما طلع لي اي طول الامبولز طيب تعال بوديك انا والله لو نسوي كذا ان اوديك وخلاص نختصرنا الموضوع. الو يمدينا نسوي بدون امبولز شوف انا سويت بدون امبولز اوه ما هذا تكلم المومياء اللي تعرف ماذا حصل حلو اي وين المومياء هو ها هذه اهلا ايها البشري انا اعرف انك تريد ان تكمل طريقك لكن انظر ليس هناك باب وجد شيء تتحول به الى شبح واذهب الى المرحله السادسه. اوه ظهر ذاك القن عرفته هنا هذا هنا لا هذا هو شبح اوه هذه الشادو حلو بعدين نطلع من هنا كذا اتوقع ايه والله يا اخي مختصر المبات مره مره واضح ابي اعرف ليش حط تلميح يعني ايش بسوي غير التلميح هالدرجه يعني ماذا هل هذا مقر العصابه او لا يوجد احد هنا ربما خرجوا من هنا بسرعه اخرج من هنا قبل ان يرجعون انا في هنا كثير يا ماذا هل هذا مقر العصابه او لا يوجد احد هنا ربما خرجوا من هنا بسرعه اخرج من اوكي يقول اخرج من هنا في المقطع ولكم جائزه الجائزه من ريان طبعا ايه على كيفك على طول ليفل لا والله تقول اوكي ايش هو يلا دوز هون روحي وحش اهلين حادث طيب اي عشان لبق هنا عشان نطلع ريوس 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 طار ما عليك جابو شوف حتى ما لا والله اصلا مش دار او لا لقد انسجنت لحظه الحراس نائمون بسرعه اخرج قبل ان يستيقظون اوكي يلا اركض عامر تلميح طبعا اكيد انه هنا جرابلر بالله ليه تلميح اسالكم بالله ليه تلميح او ممر سري شو له تلميح وشو له والله شو له هل هذه مجال لا يوجد طريق اخر للخروج من هنا اذهب لتخرج من هنا اها ها لاك هنا ما في موت يا اخي يا رب يطلع جرابلر ما طلع للحين طول بس خل لا لا انت الماب انت الماب وات وش الماب والله مره قصير مره تصميمه وكل شيء وافكاره حلوه بس لو صعبه شويه يعني. تعال ارملي الجرابلر بالله والله شوف لازم راح مني الجرابلر طيب اصبر له لين ارسل لك ما ارسلني واضح انه حطها مره واحده والله شكلي حطها مره واحده يعني كانك معي يا ريان ها لا انا انسجنت سحبت علي رسم خلاص امزح رسم اما اسمع الجرابلر اسمع وهذه مجاري تعال من المجاري وهل هنا واو على طول كذا بوف ثاني لقد وجدت الفطور الرائع الان اذهب وابدا بالاكل شكرا لصاحب الماب على الماب اللطيف كذا بس ليته طول شويه يعني مقطع مره قصير مره قصير ف روح هذا الفطور سمش خلنا نسمش اصبر انت في لاما هنا خلنا نفتحها طيب افتح يا لاما شكلت سمش اوه تعتت انزلي مو بون لا 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 والله عرق ريان لا لاني طلقت قبلك ولا كنت بموت ترى شلون لقيت سكار خلاص عاد فلينا بس هذا كان مقطع اليوم شكرا لصاحب الماب على الماب الرهيب حلوه افكاره وكل شيء بس انه مره قصير يعني لو طول ليفلات لو صعب شوي بس بيكون الماب رهيب مره تصميمه مره رهيب شكرا ريان شكرا انك جيت يعني حبيبي والله حبيبي وش يعني امشي زيك اي والله بيها عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون دعمكم الرهيب ادعموا باي شيء كود شوب
ايه كود شوب بي اس ال اشراك اي شيء ما بقي شيء على 500,000. شكرا لكم جميعا، كود الماب في الديسكريبشن، قناه ريام في الديسكريبشن، ورابط الانتساب في الديسكريبشن. اشوفكم على خير، سلام.